السلام عليكم طلاب الصف السابع، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم. أول شيء نفتح كتاب Students Book، كتاب الطالب، إلى Page 33، الصفحة الثالثة والثلاثين. اليوم إن شاء الله راح نتعلم بعض الكلمات المهمة الجديدة، وكمان راح نشوف معنى بعضها باللغة الإنجليزية. راح أقرأ هاي الكلمات، فبدي أكو تكرر وراي بلفظ صحيح. Art، فن، Body، جسد، floor، طابق، ground، أرض، cloth، قماش، treasure، كنز، precious، ثمين، souvenir، تذكار أو هدية تذكارية، mummy، موميا، وآخر شيء gallery، صالة العرض. هاي الكلمات نفسها بتلاقوها موجودة هون، أقرأها: museum، متحف، souvenir shop، متجر هدايا تذكارية، gallery، صالة عرض، ground floor، الطابق الأرضي، upper floor، الطابق العلوي، treasure بمعنى كنز، واللي بعديها mummy بمعنى مومياء. نأتي إلى exercise number 2. exercise number 2 في عندنا 3 sentences، ثلاث جمل. المطلوب منا أنه نقرأ sentence، نقرأ الجملة، ونشوف عن أي كلمة من الكلمات اللي في الصندوق في التمرين الأول. أوكي، إذا هي عبارة عن، خلينا نحكي، توصيل ما بين الكلمة وما بين تعريفها. إذا نقرأ بالأول التعريف. التعريف الأول بيحكي it is a place to show great works of art. It's a place to show great works of art. راح أعمل على ترجمتها. حاولوا تترجموا الكلمة اللي بتعرفوها قبل ما أصل لها أنا. المعنى كالتالي: إنه مكان لعرض أعمال فنية عظيمة. إذن مكان to show لعرض ال works of art، الأعمال الفنية. يا ترى إيش في من هذه الكلمات ممكن يكون مكان لعرض الأعمال الفنية؟ بالتأكيد اللي هو gallery. gallery، إذن راح نكتب هنا gallery. أوكي، طيب الآن إحنا خلصنا العبارة الأولى، نأتي إلى التعريف الثاني. it is a body that is kept wrapped up in cloth. It is a body that is kept wrapped up in cloth. بدي أترجمها، حاولوا ترجموا قبلي. إنه جسد، والذي يحفظ، ملفوفا في قماش. جسد ملفوف في قماش، هذا أكيد ذكركم في مامي، المومياء، مامي، لأنها عبارة عن body، جسد، ملفوفة بكلاث يعني قماش. إذن مامي. طيب جميل، ظل عندنا تعريف واحد بس، آخر definition، التعريف الأخير قبل ما نأخذه. خليني أذكركم إذا لسه لحد هسه ما كنتم مشتركين في القناة وفعلين زر الجرس، ياريت تعملوا هذا الشيء، إعجاب في الفيديو ولو تعليق بسيط حتى تشجعونا. نأخذ التعريف الأخير: it is a group of precious things such as gold, silver, paintings, etc. It is a group of precious things such as gold, silver, paintings, etc. راح أترجم، حاولوا ترجموا قبلي. إنها مجموعة من الأشياء الثمينة مثل الذهب، الفضة، لوحات، إلى آخره. يا ترى ما يكون فعلا group من precious things، أشياء ثمينة، شو بنسمي هاي الأشياء؟ من gold، silver، غير هيك؟ أكيد هاي بنسميها treasure. إيش معنى treasure؟ كنز. treasure يعني كنز. راح أعطيك واجب إن شاء الله حتى تكون الفائدة أكمل لدرس اليوم. المطلوب منكم أمرين اثنين. الأمر الأول، هاي الكلمات الموجودة عندنا هون تقدروا تنقلوها على دفتر الإنجليش، ضروري كثير،
حتى يسهل عليكم مراجعتها للامتحانات وتحفظوها غيبا. الأمر الثاني إنكم تقرأوا هاي التعريف وتحفظوا كل تعريف بعرف أي كلمة من هذول الكلمات مثل ما إحنا حلينا الآن، بحيث لو جاء في الامتحان توصيل ما بين الكلمات وتعريفها تقدروا تحلوها. آخر شيء بحكي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.